الله سبحانه وتعالى قد لام آدم عليه السلام حينما قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولما أوصانا سبحانه وتعالى في القرآن قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأين عزمك؟ أين عزمك على فعل الطاعات؟ أين عزمك على المحافظة على الصلوات؟ كم من مرة نويت فيها أن تلتزم فيها بالصلاة دون أن تبتعد عنها أو أن تقطش أو أن تؤخر بالصلوات ثم انتكست بعد ذلك عن هذا العزم؟ كم من مرة عزمت فيها على صيام الاثنين والخميس وكانت مجرد نية ثم لما يأتي التطبيق تنصرف عن هذا العزم؟ كم من مرة عزمت فيها على كثير من الصدقات ثم انصرفت عن هذا العزم؟ وكم من مرة عزمت فيها على ترك المعاصي ثم لم يكن لك عزم ثم تركت العزم من بعد ذلك؟ إذا نظرت لنفسك وجدت أن العزيمة قد نزعت من قلبك عن فعل المعاصي فأصبحت لا تفكر أساسا بترك المعاصي واستسلمت. حاولت مرة ومرتين وثلاث أن تبتعد عن الدخان وفشلت، ثم انزاح العزم من قلبك فاستسلمت لما أنت فيه من الواقع واعتبرت أن هذا أمرا طبيعيا وأنك لن تترك هذه المعصية. كم من مرة عزمت فيها على ترك الأفلام الإباحية ثم عدت إليها ثم استسلمت لهذا الأمر وقبلت بما أنت فيه من الدون. كم من مرة عزمت فيها على ترك التحدث مع نساء بالمحرمات فيما لا يحل لك ثم عدت إلى الأمر وتركت العزم الذي أنت فيه؟ أو ما صبرت؟ أو ما تأملت بقوله سبحانه وتعالى في 9 مواضع في القرآن وهو يتحدث فيها عن العزم؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. 9 مواضع في القرآن. فأين عزمك؟ أين عزمك على التخطيط وتنظيم حياتك وتطويرها؟ ها نحن قد دخلنا بعام جديد، فهل وضعت خطة ببالك لتتطور في هذا العام؟ خطة مبنية على تقسيم الأوقات وتقسيم المهام بأن تكون في هذا الشهر ينبغي أن تتطور بهذا المقدار، تتطور ماديا، تتطور معرفيا، تتطور إسلاميا ودينيا، ففي كل شهر ترتقي شيئا فشيئا إلى أن ينتهي هذا العام. فتنظر إلى نفسك وقد حققت وأنجزت، قد ارتفعت وارتقيت، قد تعلمت، أم أنك لم تضع لنفسك شيئا في هذا العام؟ لم تخطط؟ هل ما زلت في هذا العام عندك شعار إذا سألك إنسان شو عندك تقول له فاضي؟ أم أصبح شعارك في هذا العام من بدايته أنا إنسان مشغول؟ قد شغلت بنفسي بتطويرها، وقد شغلت بأهل بيتي بتطويرهم وتحسينهم. فمن يريد أن يتحدث معك أو أن يتنزه معك أو يتكلم معك عليه أن يأخذ موعدا، هذا ليس من باب التكبر بل من باب التنظيم. أنت إنسان مشغول لأنك مسؤول عن وقتك، فينبغي أن تشغل هذا الوقت. ينبغي أن تكون عندك عزيمة قوية لتطوير نفسك. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغار صغارها، وتصغر في عين العظام العظائم. ينبغي أن تكون همتك عظيمة، وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها العزام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما نوح عليه السلام فدعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ليلا ونهارا، سرا وجهارا. فكم أخذت من الوقت وأنت تدعو غيرك؟ كم صبرت وأنت تدعو أهلك وتدعو أولادك؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هل صبرت كما صبر أولو العزم من الرسل؟ هذا إبراهيم عليه السلام قاس ما قاس في دعوة قومه، وقاس ما قاس عليه السلام بتهذيب نفسه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. ربه قال وأمره في المنام أن يذبح ابنه، فكان عنده عزم. فلما أسلم وتله للجبين، ما هذا العزم؟ لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بالختان أمره بذلك وهو ابن 80 سنة، عمره 80 سنة، أمره الله بالختان مباشرة، فاختتن بالقدوم.
والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث كلما أتأمل فيه أتعلم، مجرد ما أفكر الموضوع بس بتوجع. ما هذا العزم الذي عنده؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر بالتعلم كما صبر موسى عليه السلام لما كان مع الخضر في قصة الكهف التي تقرأها كل جمعة. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، ما حأوقف غير لأوصل، وإذا ما وصلت حأظل مكمل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر نبيك صلى الله عليه وسلم، اصبر على الطاعة، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا الله، نصف الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. متى كانت آخر مرة قمت فيها قياما طويلا من الليل؟ لأبي هو وأمي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تدمى قدماه، فتقول له أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأبغض الله مبغضيها، تقول له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة، أولا أكون عبدا شكورا؟ يا أخي رب العالمين أنعم عليك بالنعم، ما بدك شيء، أولا تشكر الله على هذه النعم وبالشكر تدوم النعم؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر على ترك المعاصي، وتأمل كيف كان حال يوسف عليه السلام لما وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أو تقول معاذ الله أمام الشهوات التي تطرؤ عليك، وتصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن يكون عندك عزيمة، فيقول إذا سألتم الله سبحانه وتعالى، لما الإنسان بده يسأل رب العالمين، قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فإن الله لا مكره له، وإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يا رب إن شئت اغفر لي، إن شئت ارزقني. الله سبحانه وتعالى إن أعطاك سينقص من ملكه شيء. اعزم المسألة. انظر لموسى عليه السلام بدعوة واحدة، تسع دعاوى مع بعض، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. سبع دعاوى بدعوة واحدة، والجواب قد أوتيت سؤلك يا موسى، إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيا رب إنا نسألك العزيمة على الأمر والثبات على الرشد، كن من أهل العزائم، كن من أهل الهمم، كن على رأس القامة. عندك معاصي تتركها بإذن الله، حاول وإن فشلت ألف مرة، لكن استعن بالله ولا تعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستتركها. عندك معاصي كتير، حط خطة لتخفف وآخر شيء توقف إذا ما قدرت تنتهي مباشرة.